بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي نسبة المطر إلى النجوم، أي من الوعيد، والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، جمع نوء، وهي منازل القمر. فلا يجوز نسبة الأشياء إلى غير الله، فالله عز وجل هو خالق كل شيء، فلا يجوز أن نضيف المطر إلى النجم. قال أبو السعادات رحمه الله: وهي منازل القمر 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل. يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها ويقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. فهذا شرك وضلال، لا يجوز نسبة المطر ولا غيره إلى غير الله، فالله عز وجل هو مدبر الكون وهو خالق كل شيء جل جلاله. وإنما سمي نوءًا لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق، أي نهض وطلع. فالمشركون كانوا ينسبون المطر إلى النوء، وهذا شرك وضلال. قال: وقوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يجب أن تشكروا نعم الله، فكفرتم وأضفتم المطر إلى النوء. روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة رحمهم الله عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم، يقول شكركم، أنكم تكذبون. يعني الواجب أن تشكروا الله على إنزال المطر، فكذبتم وأضفتم المطر إلى النوء. وتجعلون رزقكم، أي شكركم، أنكم تكذبون، تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، بنجم كذا وكذا. وهذا أولى ما فسرت به الآية. وروي ذلك عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم رحمهم الله، وهو قول جمهور المفسرين رحمهم الله. وبه يظهر وجه استدلال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالآية. قال ابن القيم رحمه الله: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن. قال الحسن
رحمه الله: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون؟ قال: وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب، والعياذ بالله. قوله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، التفاخر بالآباء والأجداد، والطعن في الأنساب، الطعن في أنساب الناس، والاستسقاء بالنجوم والنياحة، رفع الصوت بالبكاء عند موت الميت وندبه، فهذا من أمور الجاهلية. الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، أي ليشتعل النار بها، والعياذ بالله. لأن النياحة تدل على كراهة القدر، والواجب على المسلم أن يصبر على قدر الله. أما البكاء بدمع العين هذا معفو عنه، لكن رفع الصوت بالبكاء وندب الميت هذا محرم، لأنه يشعر بكراهة القدر. والواجب الإيمان بالقدر. وأبو مالك اسمه الحارث ابن الحارث الشامي، صحابي رضي الله عنه، تفرد عنه بالرواية أبو سلام. وفي الصحابة رضي الله عنهم أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. قوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمال الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، أي حال الناس قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، سموا بذلك لفرط جهلهم، أي لشدة جهلهم. وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها، وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. ولشيخنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أهل الجاهلية، بلغ 120 ومسألة. قال المعلق: كتاب مسائل الجاهلية. هذا الكتاب الذي ألفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مسائل الجاهلية. فعلينا أن نحذر أمور الجاهلية، ونتقيد بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذمًا لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نهى الله تعالى المؤمنات أن يتبرجن كتبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما
للتبرج وذمًّا لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. فتبرج النساء من أمور الجاهلية وفساد في الأرض، فلا بد من التستر والتحجب. قوله الفخر بالأنساب، أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، هذا من أمور الجاهلية. الفخر بالأحساب، تفتخر بآبائك وأجدادك وقبيلتك، فهذا من أمر الجاهلية، وذلك جهل عظيم، إذ لا كرم إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأما التفاخر بالأحساب هذا من أمر الجاهلية، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى اتباع الأوامر واجتناب النواهي. وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فالذي يقرب العبد إلى الله الإيمان والعمل الصالح، لا الفخر بالأحساب والأنساب. فعلينا أن نعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني تكبر الجاهلية وفخرها بالآباء، الله أذهب ذلك. إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. إما مؤمن تقي فهذا هو مكرم عند الله، أو فاجر شقي وهذا مذموم. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب عليه السلام. لا يدعن، أي لا يتركن رجال فخرهم بأقوامهم، إنما هم فحم من فيح جهنم، من فحم جهنم الذين ماتوا على الشرك، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان. الجعلان الحشرات التي في بيت الخلاء. فلا يجوز للمسلم أن يفتخر بآبائه وأجداده وغير ذلك. قوله والطعن في الأنساب، ومن أمور الجاهلية الطعن في الأنساب، أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص، أن تتنقص أخواك إخوانك وتقول أنت من قرية فلان، أنت من بني فلان وتحتقره، هذا من أمور الجاهلية، أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص. إنك امرؤ فيك جاهلية. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلاً بأمه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. متفق عليه. أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال لبلال رضي الله عنه: يا ابن السوداء، عيره بسواد أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. إنك إنسان فيك جاهلية. التفاخر بالألوان والأنساب من أمور الجاهلية. لا فرق بين الأسود والأبيض إلا بالإيمان والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية. عيرته بأمه. متفق عليه. فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. فإنما لا يجوز للمسلم أن يتشبه
بأهل الجاهلية وبالكفار، بل عليه أن يتقيد بالكتاب والسنة. اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قاله شيخ الإسلام رحمه الله قوله: والاستسقاء بالنجوم من أمور الجاهلية، الاستسقاء بالنجوم أي نسبة المطر إلى النوء، وهو سقوط النجم، كما أخرج الإمام أحمد وابن جرير رحمهم الله عن جابر السوائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخاف على أمتي ثلاثة: استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان أي ظلم السلطان، وتكذيبا بالقدر. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا الاستسقاء بالنجوم لأنه شرك، وحيف السلطان أي ظلم السلطان، والتكذيب بالقدر كفر، لأن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. والإيمان بالقدر أربع مراتب: المرتبة الأولى أن تعلم أن الله تبارك وتعالى علم جميع الأشياء في الأزل، كل شيء علمه الله. المرتبة الثانية أن كل شيء كتبه الله في اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب عند الله. المرتبة الثالثة أن كل شيء بمشيئة الله، لا يقع شيء إلا بمشيئة الله وحكمته. المرتبة الرابعة أن كل شيء خلقه الله، لا خالق غيره. أخاف على أمتي ثلاثة: استسقاء بالنجوم، إضافة المطر إلى النوء، وحيف السلطان أي ظلم السلطان، وتكذيبا بالقدر. فعلينا أن نحذر ذلك. فإذا قال قائلهم: مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا، فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر، فهذا شرك وكفر. إذا اعتقد أن النجم له تأثير في المطر فهذا شرك، لأنه جعله مدبر للكون، وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية، كاعتقادهم أن دعاء الميت الغائب يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا، الذين يدعون غير الله، أو أنه يشفع بدعائهم. فالشفاعة ملك لله، لا يقدر أحد أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله ويرضى، وذلك للموحد. أما المشرك والكافر والمنافق لا أحد يشفع له. فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال من فعله، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة الشرك. وإما أن يقول: مطرنا بنوء كذا مثلا، لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده، لكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم. والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز. لو اعتقد أن المطر بيد الله لكن قال: مطرنا بنوء كذا، فهذا حرام، لا يجوز أن يضيف المطر إلى النوء. فقد صرح ابن مفلح رحمه الله في الفروع بأن يحرم قول مطرنا بنوء كذا، وجزم أي قطع في الإنصاف بتحريمه ولو على طريق المجاز، ولم يذكر خلافا. وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء، فيكون ذلك شركا أصغر، والله أعلم. فلا يجوز إضافة المطر إلى النوء مطلقا،
فإذا اعتقد أن النجم له تأثير فهذا شرك أكبر وكفر، وإذا لم يعتقد فهذا شرك أصغر، لا يجوز إضافة المطر إلى النجم مطلقا. قوله والنياحة من أمور الجاهلية، النياحة أي رفع الصوت بالندب على الميت، لأنها تسخط بقضاء الله، وذلك ينافي الصبر الواجب، وهي من الكبائر. النياحة من كبائر الذنوب لشدة الوعيد والعقوبة. قال المعلق: وضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. لا يجوز أن تضرب خدك عند المصيبة، ولا تشق ثوبك عند المصيبة، ولا تقول يا ويلاه عند المصيبة، بل قل ما أمرك الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، وتصبر على قدر الله جل جلاله. قوله والنائحة، المرأة النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فيه تنبيه أن على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم. من تاب تاب الله عليه، والتوبة لها شروط: الأول أن يترك الذنب لا يعود إلى الذنب، الثاني أن يندم على ما مضى، الثالث أن يعزم أن لا يعود إلى الذنب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم، هذا مجمع عليه في الجملة، ويكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب ودعاء المسلمين بعضهم لبعض، وبالشفاعة بإذن الله. الموحد إذا أذن الله للشفعاء أن يشفعوا له، وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك به شيئا. فعلينا أن نحذر الشرك والمعاصي. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الله سبحانه يقبل توبة العبد ما لم تصل الروح الحلقوم، فإذا وصلت الروح الحلقوم لا تقبل التوبة. فعلينا أن نعجل بالتوبة، لا ندري متى يأتينا الموت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان رحمهم الله. قال المعلق: حسن، حديث حسن. قوله تقام يعني النائحة يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال القرطبي رحمه الله: السربال واحد السرابيل، وهي الثياب والقمص، يعني أنهن النائحات يلطهن بالقطران فيكون لهن كالقميص، يكون القطران لهن كالقمص، حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم، ورائحتهن أنتن، وألمهن بسبب الجرب أشد. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن القطران هو النحاس المذاب. قال: ولهما، أي البخاري ومسلم رحمهم الله، عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية بالشميسي على إثر السماء كانت من الليل، أي بعد مطر كان من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟
قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالذي يقول مطرنا بنجم كذا كفر بالله، لأنه أضاف المطر إلى النجم، فعلينا أن نحذر ذلك. فنقول مطرنا بفضل الله ورحمته جل جلاله. زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صحابي مشهور، مات 68 من الهجرة رضي الله عنه، وقيل غير ذلك، وله 85 سنة أي من العمر رضي الله عنه. قوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنا، فاللام بمعنى الباء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفيه إطلاق ذلك مجازاً وإنما الصلاة لله. قوله بالحديبية بالمهملة المضمومة وتخفيف يائها وتثقل حديبية أو حديبية. قوله على إثر السماء كانت من الليل بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور، وهو ما يعقب الشيء، إثر ما يعقب الشيء، أي كان المطر بالليل وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قوله سماء أي مطر، لأنه ينزل من السحاب، والسماء يطلق على كل ما ارتفع. قوله فلم انصرف أي من صلاته، أي التفت إلى المأمومين، كما يدل عليه قول أقبل على الناس، ويحتمل أنه أراد السلام. قوله هل تدرون لفظ استفهام ومعناه التنبيه. وفي النساء رحمه الله ألم تسمعوا ما قال ربكم عز وجل الليلة، وهذا من الأحاديث القدسية، وفيه إلقاء العالم على أصحابه المسألة ليختبرهم. قوله قالوا الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب للمسؤول عما لا يعلم، أن يكل العلم إلى عالمه أن يقول الله أعلم، وذلك يجب. قوله أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر، كقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قوله مؤمن بي وكافر، إذا اعتقد أن للنوء تأثيراً في إنزال المطر فهذا كفر، أشرك في الربوبية، والمشرك كافر. وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر، لا يجوز إضافة المطر إلى النوء. فإن اعتقد أن النوء له تأثير فهذا شرك أكبر، وإذا لم يعتقد فهذا حرام وشرك أصغر، لا يجوز إضافة المطر إلى النوء مطلقاً، لأنه نسب نعمة الله إلى غيره، ولأن الله لم يجعل النوء سبباً لإنزال المطر فيه، وإنما هو فضل من الله ورحمة يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء سبحانه وتعالى. ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز. وأيضاً الباء تحتمل معاني وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، فليست للسببية، ليست الباء للسببية ولا للاستعانة، لما عرفت من أن هذا باطل. فالأمر كله لله جل جلاله. ولا تصدق أيضاً على أنها للمصاحبة، لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه، وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته وحكمته وفضله. فكل معنى تحمل عليه الباء
في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد، فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقاً لفساد المعنى. وقد تقدم القطع أي الجزم بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف رحمهم الله، فلا يجوز إضافة الشيء إلى غير الله، فالأمور كلها بيد الله جل جلاله. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع، يشير إلى أنه الإخلاص، فيجب على المؤمن أن يخلص لله تبارك وتعالى. قوله: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمة صفتان لله عز وجل. ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الذات كالحياة والعلم وصفات الأفعال كالرحمة التي يرحم بها عباده، كلها صفات قائمة بذاته ليست قائمة بغيره، فتفطن لهذا فقد غلط فيه طوائف كالجهمية وغيرهم والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الصفات. وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده، وهو الذي يحمد عليها، وهذه حال أهل التوحيد، اللهم اجعلنا منهم. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا إلى آخره، تقدم ما يتعلق بذلك. قال المصنف رحمه الله: وفيه التفطن أي التنبه للكفر في هذا الموضع، يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر، ولهذا قطع أي جزم بعض العلماء بتحريمه وإن لم يعتقد تأثير النوء بإنزال المطر، فيكون من كفر النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها وهو الله عز وجل، ونسبتها إلى غيره، كما سيأتي في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال المعلق: وكذلك مثلها مما يستعمله الجاهلون كقولهم: يا ربنا بمحمد وببنته، ونحو ذلك من ألفاظ في التوسلات ودعوات الجاهلية. لا يجوز أن تقول يا ربنا بمحمد، التوسل لا يكون إلا بأسماء الله وصفاته. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك نفعاً ولا يدفع ضراً إلا ما أذن الله له، فلا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وبلفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. فقال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم. فلا يجوز إضافة المطر إلى النوء، هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما يشاء من خلقه على ما شاء، وجواب القسم إنه لقرآن كريم، فتكون لا صلة لتأكيد النفي، فتقدير الكلام ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر
أو كهانة، بل هو قرآن كريم. قال ابن جرير رحمه الله: قال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون، ثم استؤنف القسم بعد، فقيل أقسم بمواقع النجوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر، ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعد. القرآن الكريم نزل شيئا فشيئا ويسمى نجوم، نزوله شيئا فشيئا يسمى نجوم. ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل القرآن جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعد. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية، ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء. وقال مجاهد رحمه الله: مواقع النجوم مطالعها ومشارقها. واختاره ابن جرير رحمه الله. وعلى هذا فتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن من وجوه: أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل، فتلك هداية في الظلمات الحسية، يعني النجوم، والقرآن هداية في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة وفي القرآن من الزينة الباطنة، ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين وفي القرآن من رجوم شياطين الجن والإنس. والنجوم آياته المشهودة العيانية، والقرآن آياته المتلوة السمعية، مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول، ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. وقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قال ابن كثير رحمه الله: وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. وقوله إنه لقرآن كريم، هذا هو المقسم عليه، وهو القرآن، أي إنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقول الكفار إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير، لأنه كلام الله جل جلاله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته، فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره. ولذلك فسر السلف رحمهم الله الكريم بالحسن. قال الزهري رحمه الله: الكريم اسم جامع لما يحمد، والله تعالى كريم جميل الفعال، وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. قوله في كتاب مكنون، أي في كتاب معظم محفوظ موقر، قاله ابن كثير رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: اختلف المفسرون رحمهم الله في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة عليهم السلام، وهو المذكور في قوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة
بأيدي سفر كرام بررة، ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، قوله لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه، قوله لا يمسه إلا المطهرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يمسه إلا المطهرون، قال الكتاب الذي في السماء، وفي رواية لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة عليهم السلام. وقال قتادة رحمه الله لا يمسه عند الله إلا المطهرون، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق النجس. واختار هذا القول كثيرون، منهم ابن القيم رحمه الله ورجحه، وقال ابن زيد رحمه الله زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون، كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قال ابن كثير رحمه الله هذا قول جيد وهو لا يخرج على القول قبله. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في هذه الآية لا يجد طعمه إلا من آمن به، لا يجد طعم الإيمان طعم القرآن إلا من آمن به. اللهم اشرح صدورنا للإسلام وزيننا بالقرآن وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقاً وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحياً، لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه لوجه من الوجوه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن القيم رحمه الله وقال آخرون لا يمسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث. قالوا ولفظ الآية خبر معناه الطلب. قالوا والمراد بالقرآن هاهنا المصحف، واحتجوا على ذلك بما رواه مالك رحمه الله في الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رحمهم الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. قوله تنزيل من رب العالمين. قال ابن كثير رحمه الله هذا القرآن منزل من رب العالمين عز وجل، وليس كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع. وفي هذه الآية أنه كلام الله تكلم به جل جلاله. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى ونظيره ولكن حق القول مني، وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق، هو إثبات علو الله تعالى على خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، فالله عز وجل في العلو على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. ولا يرد عليه قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأن نقول إن الذي أنزلها فوق سماواته فأنزلها لنا بأمره جل جلاله. قال ابن القيم
رحمه الله، وذكر التنزيل مضافًا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه إليهم وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس، وذلك إنما تكون لخواص العقلاء. قوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، قال مجاهد رحمه الله أتريدون أن تمالئوهم فيه، يعني أن توافقوا المشركين وتركنوا إليهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ثم وبخهم على وضعهم الإدهان في غير مواضعه، وأنهم يدهنون فيما حقه أن يصدع به ويعرف به ويعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله، ولا يلتوي عنه يمنة ولا يسرى، ولا يكون للقلب التفات إلى غيره، ولا محاكمة إلا إليه، ولا مخاصمة إلا به، ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره، أي بنور القرآن، ولا شفاء إلا به، فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر. فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟ ولم ينزل للمداهنة، وإنما نزل بالحق وللحق، والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته، أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟ قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقدم الكلام عليها في أول الباب والله تعالى أعلم. أن تجعلون شكركم أنكم تكذبون، الله أنزل المطر رحمة منه فتضيفونه إلى النوء، هذا التكذيب. فلا يجوز إضافة النوء، إضافة المطر إلى النوء ولا غيره. فنقول مطرنا بفضل الله ورحمته جل جلاله.